السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الشعري المندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة، الوقاية من الأخطار، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأتوقع أسئلة ما قبل القراءة. أصف ما ألاحظه في الصورة. إذا لاحظوا معي في الصورة إشارة المرور تعطي الضوء الأخضر للمشاة لعبور الطريق. هنا لدي أسرة متكونة من أب أم وطفلة صغيرة. إذا ألاحظ في الصورة طفلة تقطع الطريق رفقة والديها من ممر الراجلين. ألاحظ في الصورة طفلة تقطع الطريق رفقة والديها من ممر الراجلين. سؤال ثاني، أذكر السلوك الذي أعجبني في هذا المشهد. إذا السلوك الذي أعجبني في هذا المشهد هو احترام الأسرة لقانون السير. إذا لم تعبر الطريق إلا عند إشارة المرور أو الضوء الأخضر للمشاة. والشيء الثاني أنهم يعبرون من مكان مخصص للراجلين. إذا السلوك الذي أعجبني هو احترام الأسرة لقانون السير. احترام الأسرة لقانون السير. السؤال الثالث، أتوقع موضوع القصيدة من خلال الصورة والعنوان حق الطريق. إذا من خلال الصورة والعنوان أتوقع أن تتحدث القصيدة عن آداب الطريق واحترام قانون السير. إذا من خلال الصورة والعنوان أتوقع أن تتحدث القصيدة عن آداب الطريق واحترام قانون السير. إذا نقرأ النص الشعري حق الطريق. قد قال لي اليوم صديق كيف تسير في الطريق، قلت له مبتسما أمشي بمظهر يليق، أمشي بمظهر يليق، أسير في أقصى اليمين وفي ممر الراجلين، أسير في أقصى اليمين وفي ممر الراجلين، منتبها في كل حين لكل أخطار الطريق، منتبها في كل حين لكل أخطار الطريق، أسير دوما للأمام متبعا نهج السلام، أسير دوما للأمام متبعا نهج السلام، محافظا على النظام مراعيا حق الطريق، محافظا على النظام مراعيا حق الطريق، شرطي المرور مرشدي بما يقول أقتدي، يأخذ دوما بيدي يخرجني من كل ضيق، يأخذ دوما بيدي يخرجني من كل ضيق. قصيدة للشاعر محمد الهراوي. إذا ننتقل للإجابة الأسئلة المرافقة لهذا النص الشعري. أضع العلامة في الخانة المناسبة لمعنى الكلمة الملونة بالأحمر. إذا عندي هنا الكلمة الأولى أحافظ، هي كلمة أحافظ في كل جملة ولكن حسب سياقها في كل جملة. أحافظ على النظام، أكتم على النظام، أصون على النظام، أم ألتزم النظام؟ إذا ألتزم النظام هنا معنى الكلمة ألتزم. أحافظ على أسرار صديقي، أكتم أسرار صديقي، أصون أسرار صديقي، أم ألتزم أسرار صديقي؟ إذا أكتم كتمان السر. أحافظ على محبة الله، أصون محبته. أضع سطرا تحت مرادي في كلمة أقتدي. أقتدي، أقوم، أتبع، أمشي، أقود، أم أقدر؟ إذا مرادي في كلمة أقتدي هي ماذا؟ أتبع أو أتبع. هنا في النص لاحظوا معي
محافظ شرطي مروري مرشدي بما يقول أقتدي، يعني بما يقول لي أتبع، ما يقول لي أتبع. أكتشف الكلمة الداخلة، اليمين، الطريق، الممر، الصديق، النظام، المرور. إذا الكلمة الداخلة في هذه الكلمات اليمين، الطريق، الممر، النظام، المرور، كلها كلمات في وتناسب حق الطريق. إذا الكلمة الوحيدة هي الصديق الداخلة على هذه الكلمات. أنجز شبكة مفردات حق الطريق، إذا حق الطريق، ممر الراجلين، شرطي المرور، إشارات المرور، إشارات المرور، الراجلون أو الراجلين، الرصيف، الرصيف، السيارات. إذا إشارات المرور، الرصيف، الراجلين، السيارات. استعمل الكلمات الآتية في جمل: قد، كيف، أمشي، أقصى، يمين. إذا قد، قد حضر أصدقائي الحفلة، قد حضر أصدقائي الحفلة. كيف، علمني أبي كيف أصلي، علمني أبي كيف أصلي. أمشي، أمشي فوق ممر الراجلين، أمشي فوق ممر الراجلين. أسير، أسير في أقصى اليمين، أسير في أقصى اليمين. يمينا، أنظر يمينا قبل عبور الطريق، أنظر يمينا قبل عبور الطريق. السؤال الموالي: أضع العلامة في جانب ما لم يذكر في القصيدة من قواعد الطريق. إذا ممر الراجلين ذكرت، أقصى اليمين ذكر، الانتباه ذكر. إذا ممر الراجلين، لاحظوا معي، ممر الراجلين ذكر، أيضا أقصى اليمين ذكرت، الانتباه ذكر، علامة المرور لم تذكر، لم تذكر علامة المرور بالقصيدة. إذا وشرطي المرور أيضا ذكر في البيت قبل الأخير، شرطي المرور مرشدي بما يقول أقتدي. أنتج جملة أحاكي فيها ما يأتي. إذا أسير منتبها لأخطار الطريق، متبعا نهج السلام، محافظا على النظام. إذا أقرأ، أقرأ منتبها لعلامات الوقف أو لعلامات الترقيم، أو نقول لعلامات الوقف الجزئي أو الكلي، منتبها لعلامة الترقيم. أقرأ مصغيا مصغيا لقراءة أستاذي. أقرأ محافظا على تركيزي، هنا مصغيا أو متبعا، يعني يمكن نستعملهم بجوج، محافظا على تركيزي. إذا أقرأ منتبها لعلامة الترقيم، أقرأ مصغيا أو متبعا لقراءة أستاذي، أقرأ محافظا على تركيزي. إذا أذكر مثالا لكل فكرة استفدتها من النص. إذا مثلا السير على اليمين، السير في ممر الراجلين، الانتباه لأخطار الطريق، الحفاظ على النظام، احترام نظام الإشارات، طلب مساعدة شرطي المرور. إذا السير في ممر الراجلين على سبيل المثال، أعبر الطريق من ممر الراجلين، أعبر طريق من ممر الراجلين، أعبر طريق من ممر الراجلين. احترام نظام الإشارات، أعبر الطريق حين يكون الضوء أحمر جهة السيارات. إذا أعبر، أعبر الطريق عندما
يكون الضوء أحمر من جهة السيارات. سيارتي. السؤال الثاني، أذكر توجيهات لصديقي أو صديقتي أنصح فيها بما يجب الالتزام به من قواعد الطريق. مثلا أقول حين يكون الضوء أحمر التزم خط المشاة، انظر يمينا ويسارا قبل عبور الطريق، لا تلعب وسط الطريق، التزم خط المشاة. هنا أنصح صديقي أو صديقتي، انظر يمينا ويسارا قبل عبور الطريق، لا تلعب وسط طريقي. سؤال آخر، أحدد بيتا أعجبني من القصيدة وأشرح سبب إعجابي به. إذا اخترت أنا البيت السادس من القصيدة، محافظا على النظام مراعيا حق الطريق. أختار البيت السادس لأن الشاعر يدعون فيه، أو نقول لأن الشاعر يدعونا فيه أو يحثنا يدعونا فيه للمحافظة على النظام أثناء عبور الطريق. إذا أختار البيت السادس لأن الشاعر يدعونا فيه أو يحثنا على المحافظة على النظام أثناء عبور الطريق. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.